خير والأسرار العاصمة وشركة العاصمة، ومعانا رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة عشان بس تعرفوا، المهندس خالد عباس. أولا تحياتي لحضرتك. تحياتي لحضرتك ومشرفينا ومنوريننا دايما يا أستاذ أحمد. الناس عايزة تعرف قبل ما نطلع 74 دور، الناس عايزة تعرف الشركة، شركة العاصمة إيه حكايتها؟ اتعملت إزاي؟ جايين النهاردة نشرح للناس العاصمة الفكرة، وقلت من شوية الفكرة كانت من 78 رئيس سادات عمل مدينة السادات، وموضوع مش جديد، ولكن هناك فكرة مختلفة حصلت في هذا الأمر بعيدا عن لما نجحناش في مدينة السادات. تكوين شركة أو تأسيس شركة العاصمة، إيه الحكاية؟ مين اللي عملها؟ الحكاية طبعا هي ميزة العاصمة الإدارية من أول يوم كانت كل حاجة متخططة ليها، مش بس تخطيط على الأرض كمباني والحاجات دي كلها، الفكرة نفسها هي الفكرة من أول يوم، إنشاء شركة تبقى شركة متخصصة لإدارة العاصمة. دي كانت أول فكرة، إنها تبقى شركة تدير مدينة أول مرة تحصل، وكانت تبقى نموذج إنها بعد كده كل المدن الجديدة عندنا تدار بهذا الفكر، الفكر اللي هو القطاع الخاص، فكر يجيب إيرادات للدولة، مش بس إن الدولة بتصرف، لا، إنها إزاي تتعامل كشركة تجيب عوائد للدولة، زائد إنها كل مصاريف الصيانة والحاجات دي كلها تبقى من ضمن عوائدها، وده أساس فيها. كويس. ده فمن أول يوم يمكن من 2016 لما طلع قرار فخامة الرئيس بتخصيص الأرض للعاصمة الإدارية وبدء إنشاء الفكرة، انشئت الشركة في 2016. كويس. على هذا المنوال، الشركة كان دورها إنها تطور الأرض وتطور والمباني، وإنها تبتدي تتعامل على هذه المنطقة كلها بالكامل، وتبيع أراضي وتعمل ترفيق وتعمل استثمارات. الشركة دي بتاعت مين؟ بتاعت الدولة في الآخر، ولكنها أنا بقولها دايما إحنا شركة قطاع خاص. الدولة كويس. الدولة ده المساهم أو المالك، المالك بيتعامل مع الإدارة التنفيذية، ولكن الشركة إحنا بنتكلم على جهتين، جهاز الخدمة الوطنية، ثلاث جهات، هيئة المجتمعات العمرانية، أيوة، جهاز أراضي القوات المسلحة، أيوة، وجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، هم ثلاث جهات. دول مالكي الشركة، مالكي الشركة، ودول حطوا مساهمتهم، حطوا يعني مساهمات. في بعض الاضراب حطوا مساهمه الارض كعينه، في بعض بالكاش، ودي المساهمه، هي دي البدايه. راس مال الشركه 20 مليار 20 مليار كانت بدايه من اول يوم، بيدفع على المراح. الحمد لله احنا غطى على ثلاث جهات دول 20 مليار جنيه. راس المال حاليا احنا دلوقتي ان شاء الله قريبا جدا هنرفع راس المال تاني، هنزود راس المال من الارباح اللي حاصله ان شاء الله والحاجات دي كلها، بحيث ان احنا نكبر حجم الشركه ان شاء الله، يعني يمكن نضعفه ان شاء الله او اكثر شويه ما شاء الله. يعني كسبانين الحمد لله رب العالمين، الحمد لله كسبين. الحمد لله طبعا. ده مشروع استثماري ليه عوائد مدروس من اول يوم، معمول له دراسه جدوى، معروف عوائده، معروف كل حاجه، يعني وليه مراحله زي اي فكره، زي هيئه المجتمعات. بس احنا لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم، لسه ابتديناش، يا دوبك احنا شغالين في 15% من اجمالي من المساحه كلها. المساحه كلها النهارده 230,000 فدان، احنا يا دوبك شغالين في 40,000 فدان اللي هم يعتبروا يعني 15%. كانوا 170,000، كانوا 170، في جزء اللي احنا لقيناه ان احنا نمتد بالعاصمه لحد الطريق ال 30 يونيو اللي وصل لحد الجلالة، عشان يبقى ده محدد رئيسي يقدر يبقى يخدم العاصمة. دي معلومة جديدة صدر قرار. بقينا بحوالي 230,000 فدان، زودنا المساحة لحد الجلالة، لحد طريق 30 يونيو اللي هو باخد من اول بورسعيد واصل لحد الجلالة فوق، بحيث يبقى ده محدد لينا للعاصمة الإدارية ونقدر نشتغل هناك. امتداد العاصمة.